بسم الله الرحمن الرحيم. هلو ماي دير ستودنت، اور ليسون توداي از لينس. طبعا لينس احنا عارفين يعني الطول. اي حاجه عايز تعملها ميجر وتقيسها لازم يبقى عندك يونت. طب يونت يعني ايه؟ يعني وحده. يعني ايه وحده؟ يعني حاجه الناس متفقين عليها. طب انا مثلا لو انا مثلا رحت اشتري ازازه حاجه ساقعه بيبس، فبتروح تقول للراجل هات لي ايه؟ هات لي 1 لتر. طب انت مثلا لو رحت تقيس تشتري لبن، بتقول له هات لي ايه؟ بتقول له هات لي لتر. طب انت مثلا لو رحت تشتري توميتوز بتقول له هات لي ايه؟ كيلوجرام. يبقى انا عندي لازم يبقى عندي يونت. رحت لاي مكان تشتري طماطم هتلاقي يقول لك كيلوجرام، رحت تشتري الملك من اي حد هيقول لك ايه؟ هتجيبه بالليتر. طب انا مثلا لو رحت اجيب كان او كنز هتروح تجيبها بايه؟ بالملي ليتر. يبقى انا لازم في يونت كلنا متفقين عليها. طيب ايه اللينس؟ يعني ايه اللينس؟ يعني الطول. انت عشان تقيس طول اي حاجه بتقيسها بايه؟ لازم يبقى عندك يونت. طب احنا عندنا في يونتس احنا عارفينها من جريد 1 وجريد 2 وجريد 3. زي انت لو انت مثلا بتعمل ميجر للينس اوف ابنس اوف ابنسل، لو انت عايز تعمل ميجر ذا لينس اوف ابنسل، لو انت عايز تقيس طول البنسل بتاعك فهتجيب الرولر، والرولر هتقول لك بالايه؟ بالسنتيمتر. يبقى انا اول يونت عندي انا عارفها السنتيمتر. يبقى انا اليونت اللي انا عارفها السنتيمتر. طب انت مثلا لو انت عايز تقيس طول زميلك هتقيسه بايه؟ مش هقيسه بالسنتيمتر، مش هجيب الرولر، امال هتجيب ايه؟ هتجيب المتر. يبقى انا يونت ثانيه انا عارفها. طب انا في يونت كمان انا عارفها، لو انت عايز تقيس ديستانس مثلا بتوين ايجيبت اند بتوين كايرو مثلا اند اليكس هتقيسها بايه؟ بالكيلومتر. يبقى انا في 3 يونتس انا عارفهم اللي هم السنتيمتر والمتر والكيلومتر. طب احنا هناخد ايه؟ هناخد يونتين كمان. ايه هم اليونتين كمان اللي احنا هناخدهم؟ هناخد يونت في المكان ده ويونت في المكان ده، يونت ليس ذان سنتيمتر ويونت جريتر ذان سنتيمتر. ايه هنا اليونت اللي سمولر عن السنتيمتر؟ اسمها مليمتر. طب المليمتر ده بقيس بايه؟ بقيس بحاجات اصغر من السنتي. زي ايه؟ الحاجات اللي هي اللي مش هينفع اقيسها بالسنتي، حاجات صغيره زي مثلا لو انسكت حشره، انا مثلا لو عندي حشره وعايز اقيس طول رجلها فهتقيسها بايه؟ بالسنتي؟ اجيب مسطره واقيسها بالسنتي؟ لا، هتقيسها بالملي. انت مثلا لو انت عندك بيعملوا عمليه مثلا لشخص ما في عينه فيقيس مثلا قطر العين بالايه؟ بالملي، لان مش هينفع بالسنتي. فانا الملي ده بقيس بالحاجات الصغيره. طب انا عندي يونت كمان جريتر ذان السنتيمتر اللي هي ايه؟ اللي هي اسمها ديسيمتر. ديسيمتر الديسيمتر دي اللي هي المتر الخشب. لو انت جبت المتر الخشب اللي هو بتاع الازاز هتلاقي ده الديسيمتر. كل خشب من دول دي اسمها ديسيمتر. لو جيت شوف الديسيمتر ده هتلاقي كل خشب من دول 10 سنتيمتر، فانا كل 10 سنتيمتر بيعملوا له حاجه اسمها ديسيمتر. يبقى انا كده عندي كام يونت؟ عندي 5 يونتس. ايه هم ال 5 يونتس؟ المليمتر والسنتيمتر والديسيمتر والمتر والكيلو متر. طيب انت هنا مين السمولست؟ تبقى انت عارف ان المليمتر هي السمولست، يبقى انت تبقى عارفهم كده. المليمتر هي السمولست، بعد كده السنتيمتر، بعد كده الديسيمتر والمتر والكيلومتر. طب المسافه بينهم كام؟ المليمتر والسنتيمتر كل ما تحوش 10 مليمتر يعملوا لك 1 سنتي، يبقى السنتي فيه 10، يبقى المسافه دي بكام؟ ب 10. طب وكل 10 سنتي بيعملوا لي كام؟ بيعملوا لي حاجه اسمها دي سي، يبقى المسافه دي برده كام؟ 10. بعد كده عندي كل 10 دي سي بيعملوا لي كام متر؟ انت اهو 10 دي سي كل 10 من دول بيعملوا لي حاجه اسمها متر، يبقى ده المتر. تمام. يبقى انا عندي هنا مليمتر، سنتيمتر، ديسيمتر، متر. بعد كده المسافه دي الكبيره شويه دي اسمها كيلومتر. الكيلومتر ده المسافه هنا بكام؟ قد دي كلها، يعني 10 هنا 10 و10 و10 10 ملتبلاي 10 ملتبلاي 10 دي كلها ب 1000. يبقى انت عندك 5 يونتس. ايه هم ال 5 يونتس؟ مليمتر، سنتيمتر، ديسيمتر، متر، كيلومتر. المسافات كام؟ 10 10 10 1000 10 10 10 1000. طب كل اللي احنا هناخده ايه؟ هناخد هتحول من يونت ليونت. لما تيجي تعمل كونفرت فروم يونت فروم جريتر يونت تو سمولر يونت، لما يبقى من جريتر لسمولر من يونت كبيره ليونت صغيره بتعمل ملتبلاي. طب لو من يونت صغيره ليونت كبيره بتعمل ديفايدد باي. تاني كل اللي انت هتعمله هيجيب لك يونت ويقول لك حول ليونت تاني، اعمل لها كونفرت تو انذر يونت. فانت بتشوف اليونت اللي انت عارفها لو هي كبيره وعايز يونت صغيره، من كبير لصغير من جريتر لسمولر بتعمل ملتبلاي. طب لو من سمولر لجريتر من صغير لكبير بتعمل ديفايدد باي. اتفقنا؟ او اعرفها ان الكبير بيضرب الصغير. خلاص. طيب تعالى كده نشوف الاسئله اللي عندنا. يبقى احنا عندنا 5 يونتس. ايه هم ال 5 يونتس اللي عندنا الاول؟ ها، مليمتر، سنتيمتر، ديسيمتر، متر، كيلومتر. احنا بنعمل ايه؟ بنعمل بنحول من يونت ليونت. المسافات كام؟ المسافات 10 10 10 10 10 10 1000. طيب
قلنا لما بتيجي تحول من كبير لصغير بتعمل مالتبلاي، طب لو من صغير لكبير بتعمل ديفايدد باي، وانت عارفها كده، من كبير لصغير افتح ايدك زي ما انا عملت. طب من صغير لكبير، من كبير لصغير هتلاقيك عملت علامة مالتبلاي، طب لو انا من صغير بقيت كبير هتلاقيك عملت علامة ديفايدد باي. طب الاول قبل ما نعمل كونفرت بتوين اليونتس، تعالى ناخد حاجة اسمها ذا لينس، حاجة اسمها ذا بريمتر. بريمتر يعني المحيط. هناخد حاجة اسمها ذا بريمتر. يعني ايه بريمتر؟ المحيط. لو جيت تشوف يعني ايه بريمتر، يعني ذا لينس اوف اوتسايد لاين، طول الخط اللي بره. المحيط لما تيجي تسمعها كده يعني الحيطان، يعني انا بجيب اللينس في اوتسايد لاين، طول الخط اللي بره، او ذا سام اوف لينسز اوف اوتسايد لاين، طول مجموع الخطوط، مجموع اطوال الاضلاع اللي بره. يعني انت مثلا بتيجي تحدد السايد هتقف عليه وتيجي تلف حوالين الشكل، يعني انا من هنا مشيت كام؟ 8. بعد كده هلف حوالين الشكل، يبقى انا مشيت كمان كام؟ 6. بعد كده مشيت كمان عشان ارجع كام؟ 5. يبقى انا الثلاثه دول بعملهم بلس. يبقى انت عشان تجيب البرامتر بتعمل بلس للسايدز اللي بره، 8 بلس 6 بلس 5. 8 بلس 6 14 بلس 5 ايكوال كام؟ 19. ايه اليونت اللي عندي كلهم بالسنتيمتر؟ طب انا هنا لو جيت اشوف السكند شيب، الشيب الثاني ده هنا بيقول لي ايه؟ هنا لو جيت اجيب السم اوف اوتسايد لاين، هنا ده كام؟ 5. بعد كده مشيت كام؟ 3. بعد كده مشيت كام؟ 4. بعد كده مشيت كام؟ 6. يبقى تعمل لهم كلهم بلس، 5 بلس 3 بلس 4 بلس 6 ايكوال كام؟ دول ب 10 ودول ب 8، يبقى كام؟ 18. ايه اليونت اللي عند سنتيمتر؟ يبقى انا هنا طلعت 18 سنتيمتر. انت لو تفتكر زمان ان انت كان بيجيب لك البرامتر في جريد 2 كان ازاي؟ كنت انت بتقعد تعد من بره، تلف على الشكل من بره. لا انا مش هلف، هو قال لك ان ده طولها كمان 5 ودي طولها كام؟ 3. وهنا طولها كام؟ 6. وهنا طولها كام؟ 4. تعمل لهم بلس. يبقى يعني ايه ذا بريمتر؟ يعني ذا سم اوف اوتسايد لاينز، مجموع السم، مجموع الاوتسايد لاينز، مجموع الخطوط اللي بره. طب تعال نشوف اللي بعد كده. هنا بيقول لي ايه؟ لو جيت تشوف الشيب ده، الشيب ده هنا ايه؟ السايد ده بكام؟ ب 4. وهنا السايد بكام؟ ب 2. وهنا 3. هتلف حوالين الشكل من بره، ده 4 بلس 4 بلس 2 بلس 3 بلس 2، بتعمل لهم بلس، 4 بلس 4 بلس 2 بلس 3 بلس 2 ايكوال كام؟ 4 بلس 4 ادي 8 كده 10، و5 يبقى 15 سنتيمتر. طيب تعال نشوف هنا، هنا لو جيت تشوف الشيب ده، الشيب ده هنا بقول لي ايه؟ لو جيت تشوف ده كام، هتلف حول ده 2، يبقى ده 2 اول حاجه. بعد كده نزلت كام؟ 2. بعد كده مشيت كام؟ 4، يبقى 2 فوق 2 بلس 2 بلس 4. بعد كده مشيت هتطلع كام؟ 2. بعد كده هتمشي كمان كام؟ 1. بعد كده هنا نزلت كام؟ 3. بعد كده هنا مشيت كام؟ 7. بعد كده هنا طلعت كام؟ 3. تعالى كده نعمل لهم بلس، 2 بلس 2 ده 4 بلس 4 8 بلس 2 10 بلس 1 11 بلس 3 14 بلس 7 21 بلس 3 24. يبقى هنا طلع كام؟ 24 سنتيمتر. وتقول له انت جبتهم ازاي؟ طيب اللي بعد كده، البريمتر احنا مقرر علينا حاجتين، ذا بريمتر اوف سكوير اند ذا بريمتر اوف ريكتانجل. لو جيت تشوف البريمتر اوف سكوير، احنا قلنا يعني ايه بريمتر؟ يعني المحيط، يعني الحيطان، يعني ذا سام اوف اوتسايد لاينز، طول الخطوط اللي بره. طب انت لما واحد يقول لك سكوير، ايه اللي يجي في دماغك؟ انا مثلا لو انا قلت لك انا وانا ماشي في الشارع قابلت اليفنت، طب انت يجي ايه اللي في دماغك في الاليفنت؟ الاليفنت ماله؟ هيوج انيمال او ابيج انيمال، حيوان كبير، ليه ايه؟ الونج تراك، خلاص ليه زلومه كبيره، ليه فور بيج ليجز، في الاربع رجلين كبار. فانت نفس الحكايه، انا لما اقول لك انا ارسم سكوير، السكوير ايه اللي يجي؟ اقول لك ذا بريمتر اوف سكوير، ايه اللي يجي في دماغك في السكوير؟ السكوير عنده كام سايد؟ عنده 4. يبقى انت عندك 4 سايدز. طب البريمتر لا علاقه بالسايدز ولا بالانجل، وفيه 4 انجلز، كل اتش انجل از ايه؟ رايت انجل. طب انا ماليش دعوه بالانجل، انا ليا دعوه بايه؟ بالسايز. طب انت السايدز مالهم ايكوال، يبقى ده 5، يبقى السايد ده كمان كام؟ 5، والسايد ده كمان كام؟ 5، والسايد ده كمان كام؟ 5. يبقى انا هعمل لهم بلس كلهم. هتقول له البروميتر ايه؟ هو البروميتر ايكوال 5 بلس 5 بلس 5 بلس 5. طب واحد يقول له مستر، طب ما ال 5 متكرر اربع مرات، انا ايه اللي يخليني اعمل كده؟ طب ما انا كبير، يبقى انا اخد سايد واحد واعمل له ملتبلاي فوق. يبقى ايه هو قانون البروميتر؟ ايكوال سايد لينس سايد ملتبلاي 4. يبقى ده قانون البروميتر. ايه هو قانون البروميتر اوف سكوير؟ يجي يقول لك ذا بروميتر اوف سكوير ايكوال، هتقول له سايد لينس ملتبلاي 4 او سايد ملتبلاي 4. سايد هتاخد سايد واحد وتعمل له ملتبلاي 4. ليه يا مستر بعمل ملتبلاي 4؟ لان ال 4 سايدز ايكوال، يطلع 5 ملتبلاي 4 بكام؟ 20 سنتيمتر. طب انا لو اجي اقلل اللي بعد كده،
هيقول لي ذا بريمتر اوف ريكتانجل. طب احنا اتفقنا ان ايه بريمتر؟ يعني سام اوف سايدز، مجموعة السايدز كلها. طب انا الريكتانجل ايه اللي يجي في دماغك؟ يجي في دماغك ان الفور سايدز ايكوال، لا اتش تو اوبوزيت سايدز ار ايكوال، كل اثنين قصاد بعض ايكوال. طب انا واحد يقول لي اخد ال 5 وال 3، طب ما في اثنين تانيين، انا واخد السايدز كلها، يبقى ده بكام ب 5 وده بكام ب 3، يبقى انا هعمل لهم بلس. هقول له 5 بلس 3 بلس 5 بلس 3. مستر، مش انا لما تبقى حاجه مكرره بعمل لها ملتبلاي؟ اه، يبقى انا الاثنين دول هم الاثنين دول، يبقى انا هاخد سايد واحد الاثنين دول واعمل لهم ملتبلاي 2، يبقى انا في السكوير كنت بعمل ملتبلاي 4. ليه؟ لان الفور سايدز ايكوال، لكن في ريكتانجل بعمل ملتبلاي 2. يبقى ايه قانون الريكتانجل؟ ايه قانون البارامتر اوف ريكتانجل؟ هتاخد اللينس بلس الويدث وتقول له ملتبلاي 2. يبقى انا ايه هو قانون الريكتانجل؟ البارامتر اوف ريكتانجل لينس بلس ويدث ملتبلاي 2. طب اللينس هنا بكام؟ 5 بلس 3 ادي 8، ملتبلاي 2 يطلعوا كام؟ يطلعوا 16 سنتيمتر. 16 سنتيمتر. وانت تخلي بالك ان اليونت اوف بارامتر ما بيبقاش مكتوب عليها حاجه. ليه؟ لان انا كلهم بعمل لهم بلس، لان اليونت هتختلف في درس الاري. حط عليها 2 سكوير، وفي جريد 6 ان شاء الله هتحط عليها 3 في الفوليوم. تعالى كده نشوف، نحاول من يونت ليونت. هنا كوتشن 1 بيقول لي، في كوتشن 1 هنا بيقول لي كومبليت، عايز ايه؟ عايز احاول من يونت ليونت. بيقول لي 5 متر ايكوال 1 سنتيمتر. انت كل اللي انت بتعمله بتيجي على الايكوال وتقوم عامل مرايه. طب انا عايز اعمل ايه؟ عايز نحول من، اعمل كونفرت من يونت ليونت، تحول من يونت ليونت. طب انت فين اليونت اللي انا عارفها؟ اللي عارفها المتر. طب المتر عايزه يبقى بالسنتيمتر. كل اللي انت هتسال نفسك، المتر ده جريتر ولا سمولر؟ اكبر ولا اصغر؟ لا اكبر. يبقى انا عايز من كبير لصغير، يبقى تعمل علامه ايه؟ اعمل علامه ملتبلاي. يبقى انا اول حاجه فهمتها ان انا هعمل ملتبلاي، يبقى ال 5 ده هعمل لها ملتبلاي. ملتبلاي كام يا مستر؟ فين المتر على ايدك؟ المتر اللي بعد الكيلو متر على طول. تاني 7. طب السنتيمتر؟ السنتيمتر الرابع. احنا اتفقنا ان احنا اليونتس ايه هم؟ كيلومتر، متر، سم، ديسيمتر، سنتيمتر، متر. الجديد المليمتر، الجديد اللي انت خدته اليونت اللي في النص اللي هي الديسي، واليونت الصغيره اللي هي الملي. فانت عارفها كده ان الكيلومتر اكبر حاجه، بعد كده المتر، بعد كده الديسيمتر. الديسيمتر ده في النص، والسنتيمتر والملي. طب فين المتر؟ اهو. طب والديسي والسنتي اهو، المسافه بينها كام؟ خطوتين. يبقى ملتبلاي 10 ملتبلاي 2 يبقى ملتبلاي 100. يبقى انا النمبر ده اعمل له ملتبلاي 100، ايه اللي يحصل؟ ازود عليه 2 0 يطلع كام؟ 500. طب انا المساله اللي بعدها هتيجي هنا ايه؟ متر لسنتيمتر اهو، هتعمل مرايه. فين اليونت اللي انت عارفها؟ المتر. المتر ده جريتر ولا سمول؟ المتر اكبر من السنتي. خلاص، يبقى ملتبلاي. ملتبلاي كام؟ احنا قلنا المتر فين؟ المتر تاني صابع. طب والسنتيمتر الرابع؟ هتمشي كام خطوه؟ هنط كام نطه؟ هنط نطتين، ده خطوه بعد كده ده خطوه، يبقى نطتين. كل نطه بكام؟ ب 100. خلاص، كل نطه ب 10، يبقى انا هعمل ملتبلاي 10 وملتبلاي 10، يبقى هزود 2 0، يبقى هعمل كاني بعمل ملتبلاي 100، يطلع النمبر كام؟ يطلع 400. طب انا مستر لو عايز اعرف انا ماشي صح ولا غلط، احنا مثلا تخيل واحد بيعد بيونت كبيره وواحد بيعد بيونت صغيره، مين اللي يخلص بسرعه؟ اللي يخلص بسرعه اللي بيعد بيونت كبيره. يبقى اليونت الكبيره معاها النمبر الصغير، لكن اليونت الصغيره معاها النمبر الكبير على طول. فانت عارفها كده ان اليونت الكبيره على طول معاها نمبر صغير، لكن اليونت الصغيره معاها نمبر كبير. تخيل احنا اربعه مثلا بنلعب، عايزين نعمل ماتش كوره، ففي اتنين كبار واتنين صغيرين، فاكيد كل فريق عايز اعمل فريقين. يبقى الفريق في واحد كبير ومعاه واحد صغير، والفريق الثاني معاه واحد صغير ومعاه واحد كبير، نفس الحكايه. انا النمبر كبير معاه يونت صغير، طب النمبر الصغير السمولر نمبر معاه يونت كبير. فانت تعرفها كده ان اليونت الكبيره معاها نمبر صغير، طب واليونت الصغيره معاها نمبر كبير، عشان يطلعوا الاثنين ايكوال. طب انا هنا فين اللي انا عارفه؟ عارف المتر. طب المتر ده عايزه بالديسي. انت هتعمل ايه؟ الاول هتعرف انت هتعمل ملتبلاي ولا ديفايد. طب اليونت كبير، من كبير لصغير، يبقى ملتبلاي. ملتبلاي كام؟ فين المتر على ايدك؟ المتر اهو، اللي بعد الكيلومتر على طول. طب فين الدي سي؟ اهو، اللي بعده على طول. يبقى انا ملتبلاي كام؟ 10 خطوه. ال 6 لما اعمل لها ملتبلاي 10 هنزود عليها 0، تبقى كام؟ 60. طب انا هنا فين اليونت اللي انت عارفها؟ السنتيمتر. السنتيمتر للملي، السنتيمتر ده كبير، من كبير لصغير، يبقى اعمل علامه ايه؟ ملتبلاي. ملتبلاي كام؟ السنتيمتر على ايدك فين؟ اهو، اللي قبل الاخير. طب والملي اخر حاجه، يبقى المسافه واحده بس، خطوه واحده، يبقى ملتبلاي 10 تطلع بكام؟ ب 30. اللي بعد كده دي كأنها خطوتين، انسى الخطوه دي خالص وخليك في اول ايه؟ اول ايكوال. هنا الكيلومتر ده اللي انا عارفه، الكيلومتر ده ايه؟ كبير، يبقى هعمل ملتبلاي. ملتبلاي كام؟ احنا اتفقنا ان الكبير بيضرب الصغير، ملتبلاي. الكيلومتر فين؟ اهو اخر حاجه. طب والمتر؟ اهو. المسافه الكبيره دي بكام؟ المسافه الكبيره دي بكام؟ ب 1000. يبقى انا هعمل النمبر ده ملتبلاي 1000، تطلع بكام؟ ب 8000. طب انا بعد كده فين اللي انا عارفه؟ المتر.
المتر ده عايزه يبقى بالسنتي. طب فين المتر؟ اهو الصبع التاني. طب فين السنتي؟ السنتي الرابع. يبقى كام خطوة؟ خطوتين، هنط خطوتين. يبقى هعمل مالتبلاي كام؟ مالتبلاي 100. يبقى هزود على النمبر ده 2 0 كمان، بدل 8000 ده وازود عليها 2 0 بتوع الايه ال 100، تبقى 800000. خلي بالك انت من الكيلومتر للملي هتزود كام زيرو؟ ادي 3 0 و0 كمان 4 و0 كمان 5 و0 كمان 6. يبقى انت اكتر حاجه هتعمل مالتبلاي مليون ده لو من الكيلو للايه؟ للملي. طب هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي من متر لديسيمتر، المتر ده ايه؟ الجريتر. يبقى انت هتعمل مالتبلاي، مالتبلاي كام؟ فين المتر على ايدك اللي هو الصبع التاني؟ خلاص المتر اللي هو الصبع التاني. طب انا هنا الديسيمتر اللي لازق فيه على طول، يبقى هعمل مالتبلاي كام؟ مالتبلاي 10. يبقى النمبر هيطلع كام؟ هيطلع 90. طب انا هنا من ديسيمتر لسنتي، فين الديسيمتر التالت؟ عايز اروح مين؟ الرابع. يبقى الاثنين لازقين في بعض، يبقى هعمل مالتبلاي 10 تطلع كام؟ 900. طب اللي بعد كده لو جيت شوف هنا بقول لي 3 متر 8 متر عايزها بالملي متر، فين اليونت اللي انت عارفها؟ المتر. طب انا المتر يبقى لقيت اهو، هعمل ايه؟ هعمل مالتي بلاي. المتر اكبر يبقى مالتي بلاي. فين المتر على ايدي اللي هو اللي جنب الكيلومتر على طول الصبع التاني؟ فين الملي؟ الملي اللي هو الاخير. طب هتمشي كام خطوه؟ ادي 1 2 3. يبقى هزود كام؟ 0 3. يبقى انا هعمل مالتي بلاي 1000، تطلع كام؟ تطلع 8000. اللي بعد كده من ديسيمتر لملي، الديسيمتر ده ايه؟ كبير. يبقى هعمل مالتي بلاي. بعد كده بص على النمبر، مالتي بلاي كام؟ فين الديسيمتر اللي في النص وفين الملي اخر حاجه؟ بقى هعمل كام خطوه؟ خطوتين. يبقى انا هعمل مالتي بلاي 100، يبقى زود 2 0 يبقى 200. بعد كده بقول لي ارينج ان انا اسندنج اوردر. لو جيت شوف هنا بيقول لي عايز اعمل ارينج لليونتس دي، اسندنج يعني فروم سمولست تو جريتست، كيلومتر وميتر وملي واند ديسيمتر. طب انا فين السمولست دول؟ المليمتر ده اللي بقيسه حاجات صغيره خالص. طب بعد كده السنتيمتر، طب ما فيش سنتيمتر، ايه اللي جريتر عن السنتيمتر؟ الديسيمتر. بعد كده المتر، بعد كده الكيلومتر. طب اللي بعد كده السنتيمتر والملي والكيلومتر والميتر، مين اصغر حاجه في دول؟ الملي. يبقى ده 1. بعد كده السنتيمتر، بعد كده المتر، بعد كده الكيلومتر. اللي بعد كده بقول لي سنتيمتر، ديسيمتر، مليمتر، كيلومتر، متر. الديسي السنتيمتر المليمتر ده نمبر 1 خلاص، وممكن تكنسله خالص. بعد كده السنتيمتر، بعد كده الديسيمتر، بعد كده المتر، بعد كده الكيلومتر. طيب انت لو جيت تشوف اللي بعد كده هنا بقول لي تشوز ذا كوريكت انسر، ذا ديستانس بتوين كايرو اند اليكس. عايز اشوف الديستانس، المسافه بتوين كايرو اند اليكس هيقيسها بايه؟ بالمتر. خلي بالك المتر قد دراعك. طب والملي؟ الملي قد ايه؟ الملي مثلا قد عرض ظفرك كده، يعني حاجه اصلا انت مش بتشوفها. طيب والكيلومتر؟ لا الكيلومتر ده كبير قوي، يبقى انا هنا هقيس بمين؟ بالكيلومتر. اللي بعد كده هنا بقول لي ذا لينس اوف ان انت، اللينس الطول بتاع ان انت حشره، الحشره هتقيسها بالمليمتر. طب اللي بعد كده هنا بيقول لي ذا هايت اوف ا بيوبل، لو انت عندك بيوبل هتقيس ارتفاعه بايه؟ اكيد هيقيس بالسنتيمتر، لان الملي ده حاجه صغيره والكيلومتر ده بتاع الديستانس المسافه. ذا بيرمتر اوف سكوير، البيرمتر اوف سكوير ايكوال ايه؟ ايكوال سايد لينس سايد السكوير. البيرمتر يعني ايه؟ يعني المحيط، الحيطان. لو انت جيت تشوف سكوير، بص على سكوير كده، انت البيرمتر الحيطان، فانت الفور سايدز ايكوال، فانت هتاخد سايد واحد وتعمل له مالتبلاي كام؟ 4. اللي بعد كده ذا بيرمتر اوف ريكتانجل، قبل ما تجاوب افتكر كده الريكتانجل، الريكتانجل عامل ازاي؟ ده الريكتانجل. البيرمتر يعني السم اوف سايدز، مجموع السايدز اللي بره. طب انت لو جيت تشوف السايدز، السايدز كلها ديفرنت؟ لا، ده اتش تو اوبزيت سايدز ار ايكوال، كل اثنين قصاد بعض ايكوال، يعني الاثنين دول ايكوال الاثنين دول، يبقى انا هعمل مالتبلاي 2. طب امال انت هتاخد ايه؟ ده اسمه ايه؟ ده اسمه اللينس. طب وده اسمه ايه؟ الويتس. يبقى انا البيرمتر اوف ريكتانجل هتاخد اللينس بلس الويتس، واللي يطلع تعمل له مالتبلاي 2. اللي بعد كده هنا بقول لي ايه؟ ذا بيرمتر اوف سكوير اوف سايد لينس 7 سنتيمتر. قبل ما تجاوب ارسم سكوير كده في دماغك، قد سكوير اهو. ذا بيرمتر اوف سكوير اوف سايد لينس 7 سنتيمتر، سايد لينس 7 سنتيمتر، السايد لينس طول السايد 7 سنتيمتر. طب ده 7 يبقى ده بكام؟ ب 7. طب انا البيرمتر اصلا باخدهم كلهم، يبقى ده 7، يبقى ده 7. يبقى انا البيرمتر كله كام؟ الحيطان كلها تبقى كام؟ 28.
سنتيمتر. ذا بيريمتر اوف ريكتانجل ويز لينث اذا ريكتانجل، هو هنا بيتكلم على ريكتانجل اذا ريكتانجل اوف لينث 6 سنتيمتر. طب انا فين اللينث؟ اللينث اللي هو طويل يبقى ده 6. طب افرض كان الريكتانجل واقف زي الباب مثلا، يبقى فين اللينث؟ برضه اللينث هو طويل يبقى 6. انا اللينث انت وانت نايم على السرير زي وانت واقف، اللينث اطول حاجه فيك. اند اتس ويدث 4، لو الويدث هنا 4 يبقى البرامتر كام؟ واحد يقول لي 10. لا مش 10، هو البرامتر يعني سام اوف سايدز، مجموع السايدز كلها. طب هم 4 ما تاخدش الاثنين دول، يبقى انا هنا ده برضه 6 وده كام؟ 4. اعمل لهم بلس كلهم كده يطلع 20. او واحد شاطر يقول لي مستر اخد اللينث بلس الويدث دول اعمل لهم ملتبلاي، ولا يطلع اعمل لهم ملتبلاي 2. يبقى انت في السكوير بتعمل ملتبلاي 4، لكن في الريكتانجل عارفه ان انت بتعمل ملتبلاي كام؟ 2. The side length of a square whose perimeter is 36. هنا بيسأل على ايه؟ بيسأل على السايد لينث. خلي بالك هو واحد ممكن يقول لي هاخد ال 36 اعملها بلس 36 بلس 36 بلس 36، تحس المسألة غلط. بيقول لي the side length of a square whose perimeter is 36، هي 36 ده البريمتر ولا السايد؟ هتلاقي ان ال 36 بيقول لك البريمتر is 36، البريمتر هو اللي 36. يبقى انا الأربعة ب 36، يبقى السايد لينث بكام؟ طول السايد بكام؟ سايد لينث طول السايد. لو ال 4 سايدز 36 يبقى السايد الواحد بكام؟ ب 9. ايه النمبر اللي كرر اربع مرات يجيب لي 36؟ ال 9. كالكيوليت ذا بريمتر اوف اتش اوف ذا 4. يعني ايه بريمتر؟ يعني الفرصه اعمل بلس للسايدز كلها. طب ده سكوير يبقى اخد سايد واحد واعمل له ملتي بلاي 4. طب انا السايد بكام؟ ب 2. 2 ملتي بلاي 4 بكام؟ ب 8 سنتيمتر. طب انا هنا ده ريكتانجل يبقى هاخد ايه؟ هاخد السايدز كلها. طب ده 4 وده 3 يبقى ده 4 وده 3. ممكن واحد يقول لي 4 بلس 3 بلس 4 بلس 3، وواحد اشطر يقول لي هاخد اللينس ده 4 اللينس بلس الويدث واعمل لهم ملتبلاي 2 اللي هي ايه؟ اللينس بكام؟ ب 4. طب والويدث ب 3 واعمل لهم ملتبلاي 2. 4 بلس 3 ده 7، ملتبلاي 2 يطلعوا كام؟ بيطلعوا 14 سنتيمتر، وده الاحسن. وتفهمه بالخطوات عشان المساله لو عليها كذا درجه يدي لك درجاتك، لكن انا لو جبتها على طول انت بتشرح له، ما ينفعش ان انت تجيبها على طول. انت هنا البريمتر هتعمل ايه؟ هتعمل بلس للسايز. طب ده كام؟ 2. طب ده اول واحد انا عرفته. طب وده كام؟ 2. طب وده كام؟ ده انا ما اعرفوش. ده 2. طب وده كام؟ 2. طب وده كام؟ 1. وده كام؟ 40 ملي متر. طب انا هنا خلي بالك ان كلهم بالسنتي، يبقى انا ال 40 ملم ده هحلها واخليها بالسنتي. ال 40 ملم من ملي للسنتي بعمل ديفايد باي كام؟ 10. يبقى تطلع ده كام؟ هيطلع 4 سنتي. يبقى انت تفهم ان ده كام؟ ده كمان 4 سنتي. طب لسه لك مين؟ لسه لك ده كله، ده كله يطلع بكام؟ ده كله هتجيبه منين؟ ده يعتبر ثلاث حاجات، حته الجزء ده والجزء ده والجزء ده. طب انا الجزء الاولاني ده بكام؟ لو جيت شوف ده ب 2 يبقى اللي قصاده ده بكام؟ ب 2. طب ده ب 2 يبقى اللي قصاده ده بكام؟ ب 2. طب ده ب 1 يبقى اللي قصاده ده بكام؟ ب 1. يبقى ده كله بكام؟ ب 5. وهتعمل لهم بلس كلهم، هيبقى 4 بلس 2 بلس 2 بلس 2 بلس 2 بلس 1 بلس 4 بلس 5، وتشوف هيطلعوا كام. طب انا هنا لو جيت شوف ده مثلا، ده ايكولاترال ترانجل السايد ب 5 سنتيمتر. طب انا لما يقول لي كولاترال ترانجل يبقى انت تفهم ان السايدز كلها ايكوال، يبقى ده 5 وده 5 وده 5، يبقى انا اعمل لهم بلس او هتاخد سايد واحد وتعمل له ملتبلاي 3 يطلعوا كام؟ 15 سنتيمتر. طيب اللي بعد كده بيقول لي في المساله اللي بعد كده اسكوير، هنا بيقول لي كالكوليت ذا بريمتر اوف اتش اوف ذا فول. كالكوليت ذا بريمتر اوف اتش اوف ذا فول. اول حاجه اسكوير هو السايد لينث 7 سنتيمتر. طب هنا بيقول لي هات البرومتر. طب انا يعني ايه برومتر؟ يعني سام اوف سايدز، مجموع السايدز كلهم. طب انا بتكلم عن سكوير، يبقى انا هرسم سكوير كده في دماغي صغير. طب انت تفهم ايه؟ افهم ان الفور سايدز ايكوال، الفور سايدز ار ايكوال، السايد الواحد ب 7 يبقى ده 7 7 7 7. يبقى انت هتقول له قانون البرومتر في سكوير ايه هو؟ هتقول له سايد ملتبلاي 4. طب انا السايد بكام؟ ب 7. 7 ملتبلاي 4 اللي هي بكام؟ 28 سنتيمتر. فانت تخيل ان انت مثلا في الكيت ده مشيت المسافه دي كلها، يعني انا لو جيت مشيت المسافه دي كلها هتمشي كام؟ 7، وبعد كده تمشي 7 و7 و7، يبقى كلهم كام؟ 28 سنتيمتر. او هتيجي تقول له 7 بلس 7 بلس 7 بلس 7، الاثنين صح، بس الاحسن ان انت تكتب القانون وتحل. طب اللي بعد كده بيقول لي A rectangle whose length is 9 and its width and width is 6. لو انا عندي ريكتانجل، ادي ريكتانجل، شوف الاول هو بيتكلم على ايه؟ ريكتانجل اللينس كام؟ ب 9. طب والويتس؟ ب 6.
طب وقول لي هات البرمتر. طب انت برمتر يعني يعني السايدز كلها. طب انا اصلا عندي تو سايد، طب ما في اتنين كمان ناقصين، ده يبقى ده بكام؟ ب 9. طب وده بكام؟ ب 6. هعمل لهم بلس. او واحد هيقول لي ايه البرمتر اوف ريكتانجل، هاخد اللينس بلس الويدث ملتبلاي 2. اللينس هنا بكام؟ ب 9، يبقى انا هقول له 9. طب والويدث هتحط مكانه كام؟ 6. واللي يطلع اعمل له ملتبلاي 2. 9 بلس 6 كام؟ 15. 15 ملتبلاي 2 اللي هي بكام؟ اقول له 15 ملتبلاي 2 اللي هي ايكوال 30. 30 ايه؟ اليونت سنتيمتر، يبقى هي 30 سنتيمتر. سكوير اوف سايد لينس 3 دي سيميتر. لو انا عندي سكوير ادي السكوير، السكوير السايدز مالهم كلهم ايكوال، يبقى ده وده وده ايكوال. طب انا هنا كام؟ 3. يبقى ده كام؟ 3. يبقى ده 3، يبقى ده 3. يبقى انا ايه قانون البروميتر اوف سكوير؟ هتقول له البروميتر ايكوال سايد لينس او سايد ملتبلاي 4. السايد بكام؟ ب 3 ملتبلاي 4، لان هم كلهم الفور سايد زي ايكوال. 3 ملتبلاي 4 اللي هي كام؟ 12. 12 ايه بقى اليونت اللي عندي؟ دي سيميتر. يبقى انا اقوم اعمل كاتب دي سيميتر. طب اللي بعد كده بقول لي اسكوير هوز دايمنشنز ار اسكوير. لا ده مش سكوير خالص، ده ريكتانجل، لان السكوير دايمنشنز ايكوال، ده ريكتانجل. بقول لي هنا ريكتانجل هوز دايمنشنز ار 2 اند 150 ديسيمتر. طب انا لو جيت ارسم مثلا ريكتانجل، ريكتانجل اهو في دماغي مستر 2 150، ده الاثنين بعاد عن بعض، ده 2 متر وده 150 سنتيمتر، يبقى انت خلي الاثنين شبه بعض. طب انا المتر ده ينفع كنسله واخليه بالسنتي؟ اه. فين المتر على ايدك؟ ايه ده؟ طب انا فين المتر؟ المتر هو اللي جنب الكيلومتر. طب فين السنتي؟ اهو اللي قبل الاخير. كام خطوه عشان اروح من هنا لهنا؟ يبقى همشي كام خطوه؟ هتمشي خطوتين، هتنط نطتين. طب كل نطه بكام؟ بتن. يبقى انا التو هزود عليها تو زيرو، تبقى بكام؟ يبقى ده ب 200 سنتي وده ب 150 سنتي. يبقى انا هقول له ايه؟ البروميتر اوف ريكتانجل اللي هو ايه؟ اللي هو اللينس بلس الويدث ملتبلاي 2. طب مين اللينس عندي؟ اللينس اللي هو 200، واجي اقول له البروميت ايكوال اللينس اللي هو كان كام؟ 200. طب والويدث 150، واعمل لهم ملتبلاي 2. 200 بلس 150 اللي هي كام؟ 350 ملتبلاي 2. 350 ملتبلاي 2 اللي هي كام؟ هطلع الزيرو بره، و5 ملتبلاي 2 ده 10 0 وكرة اب 1، قلنا ال 1 ده هديه ما جيش جنبه. 3 ملتبلاي 2 6 و1 7، يبقى تطلع كام؟ 700. ولو انت مش عارف تعمل ملتبلاي خد 350 اعملها بلس 350 كانك بتكررها مرتين، وتطلع اليونت كام؟ سنتيمتر. لو عايز تحولها بالمتر، احنا من متر لسنتيمتر كنا بنعمل ملتبلاي 100. طب العكس من سمولر لجريتر، من سمول لجريتر، هعمل ديفايدد باي 100 اللي هي كام؟ تطلع 7 متر. خلاص وبكده يكون الليسون بتاعنا انتهى. يبقى احنا كل اللي احنا عايزين نتفق عليه ان احنا ايه اللي حصل، ان انت عندك الدرس ده بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن اللينس. يعني ايه اللينس؟ يعني الطول. عشان تقيس طول اي حاجه لازم يبقى عندك يونتس. طب انا عندي كام يونت؟ عندي 5. طب ايه هم الفايف؟ بتعمل زي صابع ايدك كده، خلاص. اكبر يونت عندي مين؟ الكيلومتر. بعد كده في مين؟ الميتر. بعد كده مين الاصغر منها؟ الديسي. بعد كده مين اللي بعد كده؟ السنتي. بعد كده مين؟ الملي. طب المسافات عندي كام؟ هنا المسافات 10 10 10، ودي كلها الكبيره دي كلها بكام؟ ب 1000. طب ايه اللي يحصل لو انت من يونت كبيره ليونت، من يونت كبيره ليونت صغيره بتعمل ملتبلاي؟ طب لو من يونت صغيره ليونت كبيره بتعمل ديفايدد باي، وتعمل ملتبلاي، تزود زيروات تشيل زيروات، بس ده اللي بيحصل. فانت كل الحكايه بس ان انت هتحول من يونت ليونت. وخدنا بعد كده خدنا ايه؟ البريمتر. البريمتر اوف سكوير ايه هو؟ البريمتر اوف سكوير بتاخد سايد وتعمل له ملتبلاي 4. طب البريمتر اوف ريكتانجل باخد اللينس بلس الويدث واعمل لهم ملتبلاي 2. ايش معنى في ريكتانجل يا مستر بتعمل ملتبلاي 2؟ لان الريكتانجل اتش 2 اوبزيت سايدز ار ايكوال، لكن في السكوير الفور سايدز ار ايكوال. يا ريت ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب وتشترك في القناه، ويا ريت اكون افدتك. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من سهو او خطا فمني ومن الشيطان. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.